احنا طالعين شو بدي احكي؟ جهزت امور شو بدي احكي يعني؟ اختراع صاروخ بحكي كيفان تقدر شو صار عندك؟ خلص مبين عندما شق الحادث تبع مفرق القاهرة خرجت الناس وهل الوقت شقرت الناس بلشوا الشباب بس ارجعوا كلياتنا بدون صوت يا شباب بدون صوت الله يخليكم يا اخي احكي صوت وصوره واحكي عن الشيء اللي عم يصير ما عاد فيني يا ابو اليمان القذائف يا ابو اليمان القذائف عم تسقط بالشوارع انا افهم ايه يا ابو طيب ما عم تسمع صوت القصف يا ابو اليمان ما عم تسمع صوت القصف ما عم تسمع صوت القصف يا ابو اليمان ما عم تسمع صوت القصف ما عم تسمع صوت القصف يا ابو اليمان ما عم تسمع صوت القصف عم يضربوا بالهاون بالمدفعيه يعني وقف تحت القذيفه لحتى موت قدام شاشه الجزيري عشان ترضى عني الجزيري سامعك يا اخي سامعك اخبار ازاي Thank you.
عن ماذا يريد أن يتحدث الإنسان سيدتي الكريمة والخالدية تقف الآن على بحر من الدماء؟ عن ماذا يريد أن يتحدث الإنسان الآن وجثث الأطفال وجثث النساء وجثث الشيوخ داخل المنازل في حي الخالدية؟ يبدو أننا نسمع الجواب مباشرة. هل أنت في مكان آمن؟ سيد خالد أبو صلاح؟ سيدتي حتى الآن لم يهدأ القصف عن حي الخالدية. لقد سيدتي أسمع أصوات إطلاق رصاص لا أستطيع أن أسمعك جيدا. سيدتي الكريمة حتى الآن لم يهدأ القصف على أحياء حمص. سيدتي حتى الآن لم يهدأ القصف عن حي الخالدية. لقد سيدتي أسمع أصوات إطلاق رصاص لا أستطيع أن أسمعك جيدا. سيدتي الكريمة حتى الآن لم يهدأ القصف على أحياء حمص. سيدتي الكريمة حتى الآن لم يهدأ القصف على أحياء حمص. حتى الآن لا توجد حصيلة نهائية للشهداء. هناك مجزرة مرتعة في حي الخالدية. هناك مجزرة مرتعة في حي الخالدية. هذا الحي الذي قدم الآن أكثر من 200 شهيد. هناك مجزرة مروعة. لاحظوا هذه الحملة المسعورة التي تشنها بعض الإذاعات الأجنبية وخاصة الإذاعات المشتركة. لاحظوا هذه الحملة النفسية المسعورة التي تستهدف زعزعة ثقة شعبنا بنفسه، تستهدف زعزعة ثقة الشعب بقيادته. ولكن شعبنا كبير ونبيل، كبير بطموحه، كبير بفهمه، كبير بنضاليته. شعبنا هذا لن تستطيع أن تنال منه إذاعات التضليل وجرائد التضليل وأي وسائل تضليلية أخرى. لن تستطيع أن تنال من عزمه وجديته كل وسائل المستعمرين